يا سادة، مرة أخرى من هذا المكان القرآن الكريم، زيادة وتعظيما وتشريفا في شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام، نقرأ جميعا الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح الفقيد المرحوم الحاج شفيق محمد شاهين، ولأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. زدت صلاة وتسليما وتشريفا عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله عذرا، إذ قصرت في وصف جمالكم فإن جمالكم لم يوصف. فهل من طبيب ذرة من نوركم زين بها الرحمن يوسفا؟ والله لو جن العباقرة كلهم في وصف أحمد لن تعرفا، والله لو ماء البحار بجمعه كان مدادا لوصف أحمد ما كفى، والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال اضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا هو كلام الله يتلوه علينا فضيلة قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة القاهرة والقارئ باتحاد الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، القارئ والمقيم بالقاهرة. أيها المستمع الكريم، إذا كنت لسماع القرآن الكريم غاوي فإليكم الآن مدرسة الهنداوي. ندعو الله له بالتوفيق في قراءته، ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إليه
منا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فما تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك ألم تر إلى ربك
ألم تر إلى ربك كيف من ضل ولو شاء لجعله
لنحيي به بلدة ميتا لنحيي به بلدة ميتا ونصفيه مما خلقنا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا فلا تطع الكافرين وجاهدهم بجهاد كبيرا وهو الذي مرج البحرين وهو الذي مرج البحرين وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان وهو الذي مرج البحرين وهو الذي مرج البحرين
وجعل بينهما برزخا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء
وما أرسلناك إلا وتوكل على الخير الذي لا يموت وتوكل على الخير الذي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى الرحمن فاسأل به خبيرا
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا Oh,
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعبادا والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا Oh.
والذين إذا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا والذين إذا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه
إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صادقا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين لا يشهدون والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. كل شيء في الدنيا وله حد، ولكن حلاوة القرآن الكريم ليس لها حد. حقا أيها السادة، إن علينا جمعه وقرآنه، ثم إن علينا بيانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قرآن محكم وأداء متقن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض. تلاوة قرآن مباركة لها على مسامع حضراتكم فضيلة قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ باتحاد الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهداوي المقرئ المعروف والمقيم بالقاهرة، الإذاعات الصوتية والهندسة الكهربائية ومخازن الفراشة الحديثة الكبرى وقصور الضيافة المتنقلة. توجد وتطلب دائما من مخازن الحاج بدر الجحش وأولاده ببهدي. رقم التليفون 3-821-792 بهدي. تتقدم أسرة الفقيد بالشكر للسادة المعزين على تأدية واجب العزاء، وسعيكم مشكور جميعا.